السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيبين. وسحور بقى من السحور، سحور يا جماعة، كل سنة طيبين، تسحروا فإن في السحور لا بركة. شوفوا يا جماعة، السحور بقى النهاردة بتاعنا طبعا الطبق الرئيسي لازم فول، وهنا طعمية كمان، خلاص. وبعدين هنا برضو الحاجات الأساسية في السحور الزبادي دي مهمة جدا. احنا الزبادي ده عاملينها عندنا هنا، ما حصلتش. سوبر، خلاص. وهنا طبق بطاطس بالتزويق بتاعته، وهنا طبق سلطة وبيض مسلوق وجبنة رومي وجبنة مثلثات وطعمية وبرنجان وإيه. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي حاجة كده بقى، ما نبدأ إيه، هاتي كده، الله يرضى عليكي، عشان بس هنا كده الكلام ملوش لازمة خالص. بسم الله، ناخد بقى حتة الفول كده، شوية الفول، حتة طعمية كده، وتقول بسم الله اللهم صل على النبي. ربنا دي معناها نعم، حاجه حلوه قوي. منك واحد الله 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 تاكل طبق الفول في السحور، اللبن بلح ايه بنسيبه برضو، بنسيبه بنعمله من العصر، بنسيبه يسخن. بطاطس جميلة أوي. خلاص الجو بدأ يتفشى. عمل واحد ما يعرفش ياكل لوحده، لازم حد ايه يشجعه. بنجان اهو، دكتورة صعيدة، كل دي ليك انت بقى، بعدين اعمل ديزاين ما هيتخلص اللي معاه. ده حاجة جامدة، طبق فول ما حصلش. مطحون ده اسكندراني يا بيطحون اهو. اه بنجان حلو. ابنك بيمشيك على مزاج، على مزاجهم. احلى فوار روح.
لا عايز واحد بنجان من غير كوب، من غير كوب. بنجان هجيب معايا ايه طعم ايه؟ لا بيضة؟ ها؟ تفضل. حلو قوي، حلو بجد. بقول له ايه السحور؟ ما كانتش رز؟ قال له انت عارف الحر والزهقانة؟ كان بتاع احمد حلمي ده دمه زي العسل. الحمد لله على النعمة. الله صوت جميل أوي الزبادي دي يا جماعة، ما حصلتش في التاريخ والله العظيم. الله شو عامل ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي الزبادي. علمونا يا جماعة ده الصحاب الحلو اللي يسند الواحد طول اليوم والحمر جاي نكتر من السوائل بقى. طول ده تشرب سوائل من المغرب ده الصحاب. كل سنة وانتم طيبين، وأشكركم جدا وكل سنة وأنتم طيبين تاني، يعود عليكم بخير. وأشوفكم فيديو تاني إن شاء الله قريب. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمني باللايك. يسركم كل جديد. السلام عليكم. حلو قوي زبادي روعة.